مرحبا. لبنان الأخضر رح يصير رمادة لأنه كمية الأشجار والمناطق الحرجية تدنت من 80% بالستينيات لأقل من 20% بهالأيام. ومثل ما منعرف أنه الشجر بنقل الهواء من الغازات الملوثة والمضرة، وكل ما قلت نسبة الشجر كل ما كترت نسبة الغازات المضرة بالجو. مشان هيك لازم الناس يفكروا منيح قبل ما يقطعوا كل شجرة. أجواء صيفية مستقرة، رطوبة عالية على السواحل مسيطرة على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، درجات الحرارة معتدلة نسبيا، رطوبة كتير عالية عم تتخطى 85% وعم بتسبب ضباب على الجبال، الهواء متوسط السرعة، البحر معتدل ارتفاع الموج، وحرارة مياهه 27. اليوم طقسنا بلبنان قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة اللي عم تتراوح ببيروت بين 21 و 32 درجة، فوق الجبال بين 17 و 26، بالأرز بين 13 و 22 درجة، بالبقاع بين 17 و 34، وبالجنوب بين 16 و 26 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجة الحرارة 18 بعكار، طرابلس 25، جبال 26، وبرمينة 26، بيروت 25. ننتقل من بعدها إلى صور 25 درجة، بنت جبال 22، نبطية 21، رشية 21، زحل 22، بعلبك 25. والرطوبة عم تتراوح بين 55 و 85%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الرياح بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، ريحها بتكون جنوبية غربية. وخلينا نشوف هلأ كيف رح تكون درجات الحرارة لليومين القادمين. لليلة 19 أقصاها بنهار 31، لبكرة 18 أدناها أقصاها 31، والأربعة بين 20 و 33 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 23، دمشق 26، والقدس 22. ننتقل من بعدها إلى الرباط 23، الجزائر 25، وأخيرا باريس عم بتسجل 21، ومدريد 27. هيدا كان كل شي. باي.